الاثنين 24 ابريل عام 1967، اليوم الاول في اسبوع الالام. في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة يجتمع اساقفة الكنيسة القبطية الذين جاءوا من كل مكان من انحاء مصر واثيوبيا والسودان حول قداسة البابا كيرلس السادس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ليحتفلوا باعداد الميرون المقدس الوشيجة الروحية التي تربطهم بعصور المسيحية الأولى أيام الرسل. إنها المرة السادسة بعد العشرين التي يعاد فيها إعداد هذا الميرون المقدس على مدى 20 قرنا من تاريخ الكنيسة القبطية. وذا قداسة البابا كيرلس السادس يحيط به رجال الإكليروس أثناء صنع الميرون المقدس. إن الفكر لا يذهب به بعيدا، يطوي القرون والأحقاب ليلتقي بسلفه العظيم مؤسس الكنيسة المصرية القديس الشهيد ماري مرقس. لم يكن قد مضى غير أيام على صعود المسيح، ولكن أورشليم كانت ما تزال تطحنها الفتن والأحقاد، بينما تدوي كلمات الحق تهز المعتقدات القديمة والخرافات البالية حتى الجذور. في علية صهيون يجتمع التلاميذ الأوائل لسيد المسيح، أولئك الذين سوف يحملون البشارة إلى كل أنحاء الأرض. إنهم يجتمعون ليعدوا قدرا من الزيت المقدس، يضيفون إليه الحنوطة التي كانت في أكفان المسيح والتي لمست جسده الطاهر، ويخلطونه بزيت الزيتون الصافي ويجعلون منه دهنا مقدسا يمسحون به كل مسيحي عند تعميده، رمزا لحلول الروح القدس في القلب. واليوم يكرر البابا كيرلس نفس الطقوس ويتلو نفس الصلوات وهو يعد الميرون المقدس لرعايا الكنيسة. ويحمل كل راع إلى كنيسته نصيبها من هذا الميرون المقدس ومضة من ومضات المسيح إلى أبنائه في مصر والحبشة والسودان وفي قلب القارة. عندما هبط أرض الإسكندرية يحس إحساسا لا شبهة فيه أن عيون المتعصبين الكفرة تنصب شباكها حوله، ولذلك فهو أيضا مثل مسيحه سيكون ضحية الوثنيين والمتعصبين من اليهود. وبينما كان مرقس يضرع شوارع الإسكندرية على قدميه تمزق حذاؤه فمر بإسكافي ليصلحه له، تعجب الإسكافي من مرقس وأحس بالخطر الذي هو فيه فقرر أن يحميه. ومدى مرقس يبشر برسالة المسيح ويبحث عن الحملان الضالة وسط هذه الأرض التي كان يحتلها الرومان.
أما الإسكافي إنيانوس فقد كان أول مسيحي في مصر بعد مرقس، وخلفه على كرسي الإسكندرية. الوقت كانت الصيحات تطالب الحاكم الروماني بقطع ذلك الرباط الممتد من أيام المسيح، فأمر الحاكم بالقبض على مرقس. ولكن الرباط لم ينفصم، عندما أحس مرقس أنه سوف يقبض عليه من اليهود أعطى إنيانوس ما كان معه من الميرون. ثم مضى هو على طريق الآلام. ضرب مرقس وعذب وسحب في الشوارع حتى انفصل رأسه عن جسده وأسلم الروح. ولكن الرباط أيضا لم ينفصل، وإنما استمرت شمس الإيمان ترسل شعاعاتها ليبلغ نورها قلب روما نفسه. ويعود الفكر بالبابا كيرلس إلى ما بعد ذلك بأربعة قرون، إلى عهد القديس إثناسيوس عندما نفد ما كان في كنائس رومية والقسطنطينية وإنطاكية من الميرون، فأرسل رؤساء هذه الكنائس إلى البابا يطلبون إمدادهم ببعض الميرون الذي تحتفظ به الكنيسة المصرية. ولكن البابا إثناسيوس لم يكن يملك سوى قدر محدود من الميرون، حينئذ قرر أن يصنع قدرا جديدا تضاف بداخله القطرات التي تبقت لديه من الميرون القديم، متبعا بذلك تعاليم الله التي قالها لموسى حين كان في البرية. وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تأخذ لك أثر الأطيار مرا قاطرا خمسة. بهذه الطريقة نفسها أصبح يصنع الميرون المقدس، وصارت تقليدا من تقاليد الكنيسة القبطية تلجأ إليها كلما مست الحاجة إلى ميرون جديد يرشم به الأطفال والكنائس والأجراس التي تترنم فرحة تردد قصة الميرون عبر الأجيال. إن الأجراس تدق في نفس اللحظات التي يضاف فيها الميرون القديم إلى الزيت الجديد. وهكذا امتد الخيط من ايام مار مرقس وعبر إثناسيوس وعبر البابا كيرلس السادس. ويواصل الميرون طريقه الى الابد خلال كل طفل يتعمد تأكيدا لحلول الروح القدس في قلبه، وليلمس جسده جسد المسيح من خلال الزيت الذي تناقلته الأجيال. إن ذلك الزيت ما زال يحمل لمسة الحنوط الطاهر من قبر المسيح. سيظل الميرون يواصل رحلته عبر الأجيال مع رسالة المخلص الذي جاء إلى الأرض وتألم وتعذب من أجل الإنسان.